اليوم معانا طريقة كوي الشماغ مرزام. نبدأ برش النشا داخل الشماغ كاملا، والتركيز حول منطقة الوسط لأنها ستكون طرف المرزام، وحسب طلب الشخص نشا قليل نشا خفيف نشا قوي. بعد ذلك نبدأ بتطبيق الشماغ ووضع العلامة من الخلف، العلامة الماركة مثلا بسام، شماغ مايفير، أي علامة أي ماركة أي ستيكر نحطها في الخلف. نبدأ بضرب الشماغ من الطرف إلى الطرف مع التنشيف. طبعا ولمن يريد الكوي المنزلي نفس الطريقة، الذي لديه كوية يدوية نفس الطريقة. اضرب الشماغ من الطرف إلى الطرف. بعد ضرب الشماغ من الطرف إلى الطرف اضرب الوسط وصولا إلى الأسفل. بعد ذلك بإمكانك إضافة النشا من الداخل قليلا لمن يريد ذلك. طبعا مع المعلم أبو يوسف. بعد كذا تصفط الشماغ بهذه الطريقة، تمد الظهر استمر بالتنشيف قليلا واليوم العلامة والعلامة. هذه العلامة في الخلف. طبعا البخار يقوم بتوزيع النشا وتنشيفه الشماغ كاملا، ولمن لديه كاوية يدوية نفس الطريقة. الجهة الأخرى تنشيف. طبعا البخار غير الكوي اليدوي، الكوي اليدوية يجب أن لا تضعها فترة مطولة على الشماغ، أما البخار ما يحرق الشماغ ولا يضر. وهكذا يكون الشماغ جاهزا. تعليق: هذا الشماغ المرزام وهذه العلامة، وهذه العلامة من الخلف، وهذا شال مربع. طبعا قلنا الفرق ان الشال المربع او الشماغ المربع تكون الاطراف مفتوحه، بينما المرزام تكون الاطراف مضغوطه.